السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة تركيا. سنبدأ في هذا الدرس بالوحدة الخامسة، والدرس الأول من الوحدة الخامسة يحمل عنوان باباطيا جيلينجيك. الباباطيا هي زهور البابوناج التي يكون شكلها بهذا الشكل، والجيلينجيك اللي هي زهور شقائق النعمان هذه التي تكون غالبا لونها أحمر من هذا. طبعا يوجد منها ألوان أخرى كما نلاحظ في هذه الصورة. هذه الزهرة وهذه الأخرى هي التي سوف نتحدث عنهما في هذا الدرس. يقول لنا çevremizde her yer sarılı beyazlı irili ufaklı papatyalarla ve kıpkırmızı gelinciklerle sarmaya başladı. Yani bedaa kul mekan fi bi'atina sarılmaya, yani mitl yeltef yetecemma fihi el kesir min el papatya, hadihi azhar lati tushbih أزهار البابونج، يعني كبيرة وصغيرة وصفراء وبيضاء، وأيضا جيلينجيكلير اللي هي شقائق النعمان الحمراء التي رأيناها في الصورة التالية. هيج سيفديك لينيزير باباطيا جيلينجيك توبلايب فيردينيز، يعني هل مرة من الأيام جمعتم أنتم زهور باباطيا وجيلينجيك وأعطيتموها لأحد من أحبابكم؟ Papatyalar Nisan'dan Eylül'e kadar görebilirsiniz. Yani bimkankum an taraw hadihi al-azhar min şahr Nisan hatta şahr Eylül. 5 eşhur yani bir sene. Papatyalar genellikle yalnızca bir yıl yaşar. Yani adeten ta'iş sene vahide fakat. Çiçeklerinin ve yapraklarının belirgin bir biçimi vardır. Yani yujad li zuhuriha ve avrakiha şekil ومحدد. بو سايدة أونلار تانمك تشوك كولايدر، وبفضل ذلك نحن نستطيع أن نتعرف عليها بسهولة. يابراكلاري إنج دال، يعني أوراقها ذات أغصان رفيعة، إنج دال يعني غصن رفيع. تشيكلاري بياز أورتا قسم دا صار رينكليدر، وزهورها تكون لونها أبيض مثل هذه، ولكن زهور تكون بيضاء، وفي المنتصف هنا يوجد قسم أصفر. استليك باباطيالار جنة بكان، يعني أي تشيلة دا أقربادر، يعني هي تقرب زهور دوار الشمس هذه. جنة بكان يعني تنظر إلى السماء إلى الشمس دائما، وهي أي تشيلة يعني دوار الشمس، مشهورة دوار الشمس. هذه شكلها قريب من شكل الباباطيا البابوناج، لذلك يطلق عليهم اسم أقرباء. باباطيالار özellikle ilk açmaya başladıkları zaman çok güzel kokarlar. يعني عندما تبدأ أزهار البابوناج بالتفتح لأول مرة فإنها تصدر رائحة جميلة جدا. الآن نأتي إلى جيلينجيكلير، يعني الزهور الثانية هذه. Papatyalardan çok daha farklı kokarlar. Yani هذه تطلق رائحة مختلفة كثيرا عن رائحة الزهور السابقة البابatyalar. Kendine özgü keskin bir kokuları vardır. Yani يوجد لديها رائحة خاصة فيها وهي حادة جدا قوية يعني. Gelinciklerin güzel kokusu ve renkleri birçok böceği onlara çeker. يعني عبر رائحتها الجميلة وألوانها هي تجذب الكثير من الحشرات إليها. أرلار دا جيلينجيكليردن تشيك توزو توبارلار، يعني تأتي أيضا النحل. أرلار اللي هو النحل يأتي إليها ويجمع منها غبار الزهور، يعني يوجد في داخلها كما نعرف نحن كل الزهور يوجد في داخلها هنا في المنتصف ذرات صغيرة لونها أصفر، فتأتي النحلات من أجل جمع هذه الذرات لكي تصنع منها عسل. Koklarken çok yaklaşırsanız çiçek tozları siz farkında olmadan burnunuza bulaşabilirsiniz. يعني إذا أنتم اقتربتم أثناء شمها، إذا اقتربنا من أجل أن نشمها كثيرا يمكن أن يتلوث أنفنا في هذه
هذا الغبار الأصفر دون أن ندرك ذلك، دون أن نشعر. Çiçek tozlarını böceklere bulaştırarak diğer gelinciklere ulaştırmak isteyen bu çiçekler burnunuz böcek sanabilir. Yani هذه الزهور عادة هي تريد أن تنتقل، ينتقل غبارها الأصفر إلى الزهور الأخرى من أجل أن تتكاثر الزهور. والحشرات هي التي تقوم بهذه المهمة، تأتي تقف عليها فتأخذ من الغبار وتنقله إلى الزهور الأخرى. فإذا أنتم اقتربتم كثيرا ولوثتم أنفكم بهذا الغبار الأصفر، فقد تظن الزهور الأخرى بأن أنفكم هو حشرة. يعني نوع من التشبيه هذا. وهنا جيلينجيكليري كرمزي رينكلي بليرسينيز ديلم، يعني أنتم بالتأكيد تعرفون أني لون هذه الشقائق النعمان لونها أحمر، لأن هذه أكثر شيء منتشرة، اللي منتشرة في الطبيعة أكثر شيء هي ذات اللون الأحمر، يعني نادرا ما نرى هذه الألوان الأخرى للجيلينجيك. لذلك يقول هنا دورو، صحيح جيلينجيك ليرين تشو كرمزدر، يعني غالبيتها لونها أحمر أصلا. تشوك يايغن أولمسادا، يعني على الرغم من ذلك يوجد أيضا بياض، بيمبي، صار، تورنجو، مافي، وإفلاتون رينكلي، جيلينجيكلير ده واردر. يعني يوجد أيضا شقائق نعمان لونها أبيض وبيمبي، يعني وردي وصفراء وبرتقالية وزرقاء، وإفلاتون رينكلي يعني أرجوانية أيضا. تركيا كرمزي وتورنجو جيلينجيك ده تشوك جيرولور، يعني أكثر شيء نراه في تركيا هو شقائق النعمان الحمراء والبرتقالية. شانسلي سانز ساري جيلينجيك دي بولابيرسينيز، وإذا كنتم محظوظين فيمكن أيضا أن تجدوا شقائق نعمان صفراء. طيب هنا لدينا أول شيء يقول لنا اقرأ النص بناء على المقاييس التالية. أولا يجب أن أتبع بعيوني أثناء القراءة، يعني كل كلمة عندما أقرأها أنظر إليها، إذا قمنا بذلك نلون هذه النجمة. وأيضا أتبع بأصابعي، يعني أضع أصبعي على الكلمة التي أقرأها، إذا قمنا بذلك نضع هنا نلون النجمة. قمت بالقراءة بدون أن ألتفت إلى الوراء وبدون أن أكرر الكلام، فإذا قمت بذلك ألون النجمة. لقد فهمت ما قرأته، وإذا قمتم بذلك نلون النجمة. أنتم بالتأكيد يعني يجب أن تلونوا هذه كلها لأنكم بالتأكيد فهمتم كل شيء. وانتبهت إلى علامات الترقيم أثناء القراءة، يعني النقاط، هنا نلاحظ نقاط وإشارة استفهام نقطتين، وهنا شرطة قصيرة وفاصلة، هذه أيضا نلون النجمة من أجلها. إذا هذا هو يعني نشاط عام بسيط. هنا حدد العبارة التي تشير إلى النص. إلك بهارين جزيلي، يعني جمال الربيع، باباطيا وجيلينجيك تشيكليري، بالتأكيد هذه التي يجب أن نحددها. إذا نضع هنا إشارة أو نلون هذه الدائرة التي تتحدث عن باباطيا وجيلينجيك. هنا لدينا بعض الأسئلة التي نقوم بحلها بناء على النص، وهي بسيطة جدا. السؤال الأول يقول papatyaları hangi zaman aralığında görebiliriz؟ يعني في أي وقت نستطيع مشاهدة papatyalar، اللي هن البابونج، اللي هي هذه البيضاء طبعا، وفي الوسط يوجد أصفر. فنكتب من شهر نيسان حتى شهر أيلول كما مر معنا في الدرس. السؤال الثاني يقول papatyaların عمره ne kadardır؟ يعني كم تعيش هذه الزهور؟ فنكتب تعيش لمدة عام. والسؤال الثالث يقول papatyaların özellikleri nelerdir؟ يعني ما هي خصائص البابونج؟ نكتب أن القسم المنتصف منها هو لونه أخضر، ويوجد لديها أوراق بيضاء، وفي المنتصف يوجد قسم أصفر. السؤال الرابع يقول papatyalar hangi bitkiyle akrabadır؟ يعني أزهار بابونج تكون أقرباء لأي نبات آخر؟ فنكتب لنبات دوار الشمس ايتشيجي.
والسؤال الخامس يقول: في باسكال نيزامان ده جزيل كوكار، يعني في أي وقت تصدر أزهار البابونج رائحة أجمل؟ فنكتب عندما تتفتح لأول مرة. الآن السؤال السادس حول جيلينجي كلير، هذه الحمراء. جيلينجي كليرين بير تشوك بوجي كينديليرينا تشيك مسين ندينليرين ليردر، يعني لماذا تجذب هذه الزهور الكثير من الحشرات إليها؟ فنكتب بسبب ألوانها وبسبب رائحتها الجميلة. والسؤال التالي يقول: جيلينجي كلير نزمان من إدان بونوزو بوجيك صنابلير، يعني متى ولماذا يمكن أن تظن أن أنفكم يكون بوجيك يعني حشرة؟ فنكتب إذا تم أو إذا تلوث أنفنا بغبارها الأصفر فيمكن أن تظن أن أنفنا هو حشرة. آخر سؤال يقول: كرمزدان باشكا هانجي رينك لير دي جرينجي كلير فاردر، يعني أي ألوان يوجد منها غير اللون الأحمر الجيلينجي كلير؟ فنكتب الأبيض، الوردي، الأصفر، البرتقالي، الأزرق، والأرجواني. هنا نكتب عنوانين مختلفين للنص، بإمكانكم أن تكتبوا أي عنوانين ما عدا باباتيالار جيلينجيك، مثلا نكتب جنة باتشيسي يعني حديقة الجنة، أو نكتب جزيلي كلير ديار يعني بلاد الجمال أو أراضي الجمال يعني. وهنا يقول لكم: لاحظ الصورتين التاليتين وتحدثوا عنهما في الصف، عن خصائصهما. مثلا هنا الصورة مليئة بالزهور مثل الجنة، وهنا صحراء بسبب الجفاف. فنقوم بالمحادثة في الصف مع أصدقائنا حول هاتين الصورتين، يعني نقول مثلا: بالتأكيد هذه الصورة هي أفضل وأجمل، الطبيعة هنا جذابة جدا، أما هنا الجفاف. وأثناء الحديث يجب أن نلتزم بالمقاييس التالية: أولا أن ننظر في عيون أصدقائنا عندما نتحدث، فإذا فعلنا ذلك نضع إشارة عند إيفيت، ويجب أن نتحدث بصوت مسموع، ويجب أن لا نخرج عن الموضوع يعني لا نتحدث بشيء غير هاتين الصورتين، ويجب أن نلفظ الكلمات بشكل صحيح، ويجب أن نستخدم كلمات جديدة تعلمناها من جديد. فإذا قمنا بذلك نضع هنا كله إيفيت. هنا سيفدينيز إلتشين إذا اللي كليري إكيتشين إذا اللي كليريني يعزنز، يعني اكتبوا لنا مثلا عن وردتين أنتم تحبونهما. فنكتب مثلا، سأضع لكم أنا مثال بهذا الشكل: جول هي الزهرة الحمراء المشهورة جدا، نكتب إنه يوجد منها لون أحمر وأبيض، وتستخدم مثلا هدايا في المناسبات الخاصة وكذا، يوجد لديها أشواك وأغصانها تكون قاسية قليلا وخضراء. نكتب مثلا لالي اللي هي أزهار الليلك المعروفة بلونها وأوراقها الرقيقة، وهي تزرع وتنمو فقط في درجة حرارة معينة. وبذلك ننتهي من هذا الدرس، ونلتقي مع درس قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.